تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن ابن الروح القدس إلى واحد أمين. نحتفل النهاردة ببشارة زكريا بميلاد يوحنا المعمدان النبي الكاهن ابن الكاهن. وبيجي التوقيت ده ما بين الحد الثالث والرابع او حوالين الحد الرابع في شهر توت. والحدود بتاع التوت تتكلم على موضوعين مهمين جدا ما بين توت بداية أبيب بداية بابا. في موضوعين مهمين بيتكلم عليهم القطمارس ويوحنا بيجي في البداية، دايما بيجي في البداية، بداية السنة وبداية الحبل الإلهي في كيهك. القديس يوحنا المعمدان نبي، وربنا يسوع المسيح قال عنه أعظم من نبي، وأيضا كاهن. في شوية أنبياء في العهد القديم نعرف منهم ثلاثة مشهورين، في واحد رابع أنا مش فاكره، لكن في ثلاثة كبار غير يوحنا المعمدان كانوا أنبياء وكهنة. الأولاني طبعا موسى كان رئيس الأنبياء ورئيس كهنة كمان. يعني لما يبص عليه الناس اللي بيدرسوا العهد القديم يقولوا موسى كان رئيس كهنة ورئيس أنبياء وملك، لأنه حط حاجات كتيرة جدا لا علاقة بالكل. هو اللي دشن هارون، هو اللي مسح هارون يبقى رئيس كهنة، فهو لابد يبقى فوقيه، وهو اللي حط الناموس وحط القوانين بتاعة إسرائيل اللي مشوا بيها لغاية النهاردة بيمشوا بيها. التاني في الكهنة، الكهنة الأنبياء اتنين جم مع بعض الحقيقة في أيام السبي، ده كان أرميا وحسقيال. والرابع اللي احنا نعرفه في واحد تاني في الأنبياء الصغار يمكن يبقى حجي انا مش فاكر، ولكن الاخر واحد واعظم واحد فيهم يعتبر يوحنا المعمدان، لان ربنا نفسه قال له اعظم من نبي. لما نتكلم على القديس يوحنا النهارده ونقرا الفصل بتاع تدشينه من بيت من بطن امه، لما قال الملاك لاليصابات قال ويمتلئ بالروح القدس من بطن امه، دي نقطه من النقط اللي الكنيسه بتبص لها في الدفاع عن آدمية الجنين. لا يمكن أن الروح القدس يسكن في شيء مش بني آدم، مش إنسان. لما حد يقول لك دي حتة لحمة أقول له إزاي الروح القدس يسكن فيها؟ بنزعل جدا لما الأطفال يتضايقوا أو يهانوا أو يضربوا، وبعدين الناس في البلد دي في كالتشرز كتيرة تقول لك إيه الطفل اللي ما تولدش ده مش بني آدم. لا، هو بني آدم. وبعدين جه في وقت من الأوقات في البلد هنا عندنا في صراع قام، واحدة ست كانت فقيرة وما عندهاش إمكانية تربي عيالها، فجالها عيل تاني وقالت أنا مش هقدر أربي العيل ده، فراحت تسقطه في أيامها ما قدرتش، قالوا لها لا مش هينفع، كانت في تكساس أظن، والولاية لا تسمح بأن أنت سقطي، ما فيش دكتور هيرضى يعملها لك، تعتبر جريمة. فتلموا عليها الناس الليبرال وقالوا لها لا احنا نعمل ايه، نعمل قضية ضد الولاية. فاسم مستعار وطلب قضية زي مشهورة قوي ومعروفة في التاريخ بتاع امريكا، ويد فيرسس رو، وخدت وكسبت القضية، والولاية تزمرت رفعوها للايه، للمحكمة الفيدرالية السوبريم كورت العليا، والمحكمة الفيدرالية بفارق بسيط حكمت بأن الإجهاض يبقى شرعي قانوني. ومن ساعتها
والبلد الدولة تبنت الإجهاض وعملوا حاجة اسمها planned parenthood اللي هو تنظيم النسل. ومش بس كده، وأمريكا ابتدت تشجع إن الدول التانية الفقيرة تعمل إيه، تعمل تنظيم الأسرة. صحيح ما فرضوش في حتة اللي فيها مسلمين، مش هيقدروا يفرضوا القصة دي لأنها تبقى ضد كل حاجة الناس بتؤمن بيها، لكن عملوا حاجات تانية. لما تشوفوا النهاردة في لما تروحوا ناحية البلاند بيرنتهود، ناحية العيادات بتاعتهم اللي بيحصل فيها الإجهاض كتير، هتلاقوا ناس واقفين بيوفط وبيحاولوا ان هم ايه يوقفوا مواضيع الإجهاض. غالبا بيبقى ناس كاثوليك اكتر ناس متحمسين، وفي كنايس بروستانت ايضا. هنا السؤال بتاعي اللي انا عايز اقوله في بعد شوية الكلام دولة، كلام الموجع ده، مين اللي يقول الصح والغلط في العالم؟ من له، كان سؤال مهم قوي، من له السلطة الأدبية والأخلاقية والضميرية ان يقول ايه صح وايه غلط في العالم؟ طبعا تختلف من حد لتاني. مرة جه شاب قاعد معايا في الاعتراف، انا ما سألتوش حاجة، هو قال لي اول ما قعد قال لي انا مختلف مع الكنيسه في ان مبقاش فيه جنس قبل الجواز. هو جاي يقول لي ان هو مش مقتنع قوي ان الكنيسه تجرم علاقات جنسيه قبل الجواز. طب انت عايز مني يعني؟ طب انت جاي تعمل ايه؟ قال لي جاي اعترف. قلت له تعترف على ايه؟ مين اللي قال لك تيجي تعترف؟ امي. قلت له روح على امك خليها تديك الحلم. مين اللي له السلطة؟ اللي ناخد منه الحل أو ناخد منه الصح والغلط؟ بلاش الحل دلوقتي، خلي الحل على جنب. دي لازم تبقى واضحة في ذهننا احنا كناس مسيحيين. طبعا تختلف، لو سألت واحد في العالم ملوش علاقة بربنا هيجاوب إجابة، ولو سألت واحد في الكنائس البروتستانتية هيجاوب إجابة، لو سألت واحد كنائس الرسولية التقليدية هيجاوب إجابة تالتة. شوفوا الإجابة دي تختلف بوضع البني آدم فين. وانا سألت واحد في العالم وقلت ان يقول الصح والغلط، ايه صح وايه غلط، ايه الاجرام وايه اللي مش اجرام، هيقول ايه؟ هيقول الحكومة، هي الحكومة اللي تقول لنا ايه الصح والغلط. لو حكومة حاجة قالت عليها مش غلط تبقى صح، لو ما فيش قانون مدني ضد الحاجة يبقى صح. طب لو سألت واحد بروستانتي ما عندهمش كيانة وتقول لك ايه، مين اللي له السلطان ان يقول لنا صح والغلط؟ هيقول ايه؟ هيقول الكتاب المقدس، ده اللي هيقوله. طيب اسأله بقى، لما تيجي تقرأ كتاب مقدس هتفسره ازاي؟ قال لك لا ده واضح. وازاي واضح؟ ما انتوا عندكم 35,000 طائفة وكل واحد فيهم بيقول كلام مختلف. في حاجات صحيح واضحة كلنا متفق عليها، لكن في التفسير وفي التقنين. طب مثلا في ناس كنيسة كاثوليكية تقول لك ان منع الحمل حرام بكل انواعه. طب انت تقول ايه؟ يسكت. اخر نبي في العهد القديم العبري ملاخي إصحاح 2 بيكلم الكهنة يقول لهم والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة، إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي قال رب الجنود فإني أرسل عليكم اللعن، هلعنهم يعني، وألعن بركاتكم، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب، مش في قلبكم، هأنذا أنتهر لكم الزرع وأمد الفرث على وجوهكم فرث أعيادكم فتنزعون معه، تعلمون اني ارسلت اليكم هذه الوصية يكون عهدي مع لاوي كان عهدي معه للحياة والسلام واعطيته اياهما للتقوى فاتقاني ومن اسمي ارتاع هو. بيقول على الكهنة من ايام موسى كانوا خايفين ربنا، عندهم مخافة الله. شريعة الحق كانت في فمي، نبدأ كلام، واسم لم يوجد في شفتيه، سلك معي في السلام والاستقامة
وأرجع كثيرين عن الاسم. بعدين سبعة دي اللي عايز نحفظها، لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه إيه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود. يعني وظيفة الكاهن في الدنيا، كاهن دي يعني كانت كله من أول البطرك لغاية الشماس المكرس، وظيفتهم في الدنيا إيه؟ حفظ شريعة ربنا. من هنا الملاخي بيقول ومن فم الكاهن يطلبون الإيه؟ الشريعة. يبقى هو حط ربنا ان في كلمة، الكلمة دي هو اداها للانبياء من بداية من موسى لغاية ملاخي، احنا في العهد القديم العبري. وبعدين الكلام بتاع ربنا طبعا عارفين، نبقى فاهمين برضو ان موسى الخمس كتب بتاعته فيها قانون، الانبياء جم يوبخوا الناس على عدم حفظهم ومعرفتهم بالقانون، ووجهوهم تاني ان لازم تروحوا للكهنة وتسألوهم ايه اللي يتعمل في الحاجة دي، ايه الصح وايه الغلط. أسأل السؤال تاني، مين المفروض يبقى عنده السلطة لتحديد الصح والغلط في العالم؟ تبقى الكنيسة. ناس تانية هتقول لك ربنا يسوع المسيح. يوحنا المعمدان جاي يشتغل في القصة دي، ده وظيفته الكبيرة. لما قرينا الحد اللي فات قرينا قصة المرأة الخاطئة اللي راحت بيت سمعان الفريسي، راحت تانية مع الفريسيين عشان تبقوا فاهمين الفريسيين جاي منين. الكهنة كانوا حلوين لغاية لما حصلت حاجة، كانوا كويسين قوي، كانوا بتوع ربنا، لغاية لما حصلت حاجة في أيام الإسكندر الأكبر لما جه يفتح أورشليم. يقال في التاريخ أن هو شاف رؤية وهو بيهجم على أورشليم، وقفته وخضته، والجنود بتوعه، القوات بتوعه اللي كانوا معاه سمعوه بيقع بليل أو خايف، حاجة غريبة جدا بالنسبة له. ولما صبح الصبح طلعوا رئيس الكهنة والكهنة اللي معاه من أورشليم واستقبلهم استقبال كويس قوي، قال لك سجد للأرض قدام رئيس الكهنة. ولما عمل الإسكندرية كعاصمة المملكة بتاعته، ادى اليهود في إسكندرية مكان مهم جدا، وكان لهم احترام كبير جدا في مملكة إسكندر أكبر. من أيام إسكندر أكبر ابتدى يبقى في صداقة ما بين مين؟ ما بين المملكة اليونانية والكهنة. حصل حاجة بقى أصعب من دي في أيام الملوك المتأخرين زي أنتيوكس والمجموعة بتاعت اللي هم بيسموهم السلوقيين. ابتدى رئيس الكهنة يتعين ويتفصل بأمر من مين؟ من الحاكم اليوناني أو الملك اليوناني. يقال عن حنانيا اللي كان في أيام ربنا يسوع المسيح أنه أقوى وأغنى رجل في التاريخ. ليه؟ قال عشان الواحد يتعين رئيس كهنة في أيام اليونانيين لازم يدفع رشوة تمثل ثروة. كان الشخص بيحط فلوسه كلها، كل ما يمتلك من الحاجات الغالية جدا عند الملك اليوناني عشان ياخد وظيفة رئيس كهنة، ويقتلوا بعض. قصص غريبة جدا في أيام دي، يقتلوا بعض عشان ياخدوا المكان. وبعدين طيب يجيب الفلوس منين بقى؟ يوم يحول الهيكل إلى إيه؟ بزنس، يجيب منه فلوس. طبعا الكلام اللي كان قاله ملاخي عن الكهنة انتهى تمام. وبقى البزنس بتاع الكهنة في أيام ربنا يسوع المسيح هو الفلوس. حنانيا بقى بيقولوا عليه أقوى رجل، ليه؟ لأنه عين تمانية من ولاده، تمانية. شوف تخيل بقى كل واحد منهم ثروة لوحده عشان يبقوا رئيس كهنة واحد بعد التاني، وجوز بنته كمان اللي هو قيافة عليهم، يبقى هو نفسه وتمان، يعني 10 رؤساء كهنة دفع تمانهم للحاكم. يبقى ده شكله ايه؟ وبدأوا يماينوا مع اليونانيين في حفظهم للناموس. ابتدى أنتيوكس وقت من الأوقات عايز يغير اليهود يخليهم يونانيين. فالرئيس الكهنة في أيامه واللي كان محابي ليه وعايش معاه وبيأكل ويشرب معاه ابتدى يغير العوايد، فطلع من الكهنة. ودي النقطة اللي عايز تفهمها في الإنجيل، المجموعة اللي يسموهم الصدوقيين كانوا كلهم كهنة، ورئيس الكهنة كان منهم. إيه الصدوقيين؟ قال لك لا يؤمن بروح ولا يؤمن بقيامة، ويقعد يتريق على الحاجات دي. طب إيه اللي حصل؟ رئيس الكهنة بقى زيه زي مين؟ الجماعة اليونانيين، وأدابتد تبنى الفلسفة اليونانية. اللي جه ضده في أيامها
مين؟ المكابيين، يهوذا المكابي، طلعوا كان عندهم غيرة شديدة جدا على الناموس بتاع موسى والإيمان بتاعهم والتقليد بتاعهم. فطلعوا المكابيين يحاربوا حركة الحركة ضد التهويل. كانوا بيعمل حاجات غريبة جدا في أيام أنتيوكس، كان يعكس الطهارة، معرفش ازاي اتعمل، يرجعها تاني كأنه كان واحد ما اتطهرش عشان ينفي، يطلع خالص الهوية اليهودية من اليهود. فكانوا المكابيين عنفة جدا في الموضوع ده، يعني كان اليونان يقتلوا ناس يهود لما يصروا على الناموس، والمكابيين يقتلوا ناس يهود لما يتغيروا، كانت قاسية جدا. فالامتداد بتاع الكهنة اللي كانوا في أيام أنتيوكس بقى الصدقيين، طب والامتداد بتاع المكابيين بقى مين؟ بقى مين؟ الفريسيين. هم دول السبب بتاع الغيرة بتاعتهم الشديدة، وجود الصدقين. ففي بينهم وبين بعض عداوة خفية من زمان، وفي مشاكل مع بعض. عشان كده بولس استعملها لما جم وقفوه، قال لهم أنا راجل فريسي، ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات وحاكم، راحوا مسكوا في بعض. ناصح، هو عارف كويس جدا ممكن يعمل ايه. فلما نيجي نشوف المنظر بتاع الست، خلي بالكوا بقى مين اللي عندهم الإحساس القوي جدا. بس نقطة كمان، الصدقيين الكهنة من خيبتهم التقيلة في أيامهم كانوا يلجأوا للفريسيين في الإجابة على الأسئلة الصعبة. لما يتزنق واحد صدوقي في حاجة من رئيس الكهنة ولا حاجة، يروح لمين؟ للفريسي. هم ثلاثة كانوا في السنهدرين، هم اللي عندهم القضاء، السلطة القضائية الكبيرة قوي، الكهنة الكبار، رئيس الكهنة منهم ده من السنهدرين، والفريسيين الكبار. احنا سمعنا مثلا عن نيقوديموس، وكان واحد من الفريسيين، كان واحد من السنهدرين، والنوبلة اللي هم الناس الأغنياء قوي في إسرائيل، اللي كان منهم مين؟ يوسف الرامي. يوسف الرامي ونيقوديموس كانوا في السنهدرين، بس واحد من النوبلة والتاني من الفريسيين، الجزء الثالث اللي كان بيحاكم ربنا يسوع المسيح هو رئيس الكهنة واللي معاه. فدلوقتي مين اللي حاسس كده بنفسه في المجتمع الإسرائيلي كسلطة تشريعية عندها معرفة الغلط والصح؟ الفريسيين الصدقين. لا يمكن، يعني آخر حاجة في الدنيا أن يختار يقولك احنا ملناش دعوة بالقصة دي، احنا عندنا الهيكل وبندخل منه فلوس المحترمة، مش عايزين حاجة منكو، احنا ملناش دعوة بالصح والغلط، انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. هما زعلوا ليه من ربنا يسوع المسيح؟ طبعا رئيس الكهنة والناس اللي معاه ضايقوا من ربنا يسوع المسيح، انه هيوقف الايه ده، دخل بقى في البيزنس بتاعهم. طالما جه لغايه الهيكل وابتدى بقى يلم ويكسر، يبقى هتحصل ايه للكل اللي هما بانيينه، والثروات اللي حنانيا عمال يبني فيها عشان يدفع رشوات للرومان؟ هتقف. الفريسيين من الناحيه الثانيه هيضايقوا منه للاتي، لانه لما تيجي الست الخاطيه دي تروح وعايزه مغفره، عايزه تعرف تعمل ايه في البلاوي المهببه اللي هي عملتها كلها، المفروض في نظر الفريسيين تروح لمين؟ مين اللي عنده المعرفة بتاعة الصح والغلط؟ الفريسيين. تعال لي وانا اقول لك هتعمل ايه، انا عندي حل لكل حاجة، حسب ناموس موسى انا اقدر اقول لك كل حاجة. طيب انا السؤال اللي بعد كده، هو مين اللي عنده مين الشخص اللي في المحكمة عنده القدرة ان يقول براءة امشي، او ندخله السجن، او نحكم عليه بالاعدام؟ هو وحده هو اللي عنده نفس القصة اللي يقدر يغفر، هو نفسه اللي عنده القدرة ان هو ايه يدين، ما هو نفس الشخص. طب لما الست دي تروح تبكي على رجلين ربنا يسوع المسيح، بتقول للفريسيين ايه؟ بتقول لهم ايه؟ اركنوا انتوا على جنب، ما انتوش ايه هتنفعوني بحاجة. عشان كده نشوف ان الرجل الفريسي لما شاف الست دي راحة لربنا، قال لازم الاقي سكة ان هذا الشخص يطلع من القصة دي، يبقى لازم هذا الشخص مش نبي ولا يعرف في النبوة ولا له دعوة بربنا، لأن الست دي خاطية، هو مش عارف هيقول لها إيه، سايبها تعمل اللي هي عايزة. لو راح للفريسي، لو راح واحد خاطي للفريسي يقول له تعمل إيه؟ هيقول عندك ثلاث اختيارات، يا تطلع بره المجتمع وتختي زي ما أنت عايز وما أنتش لك علاقة خالص، أنت مقطوع نقطعك واعمل اللي أنت عايزه، يا إما تاخد الحكم بتاع الجريمه دي وتموت، بس هتموت جوه الشريعه ويبقى لك نصيب مع اسرائيل في التجديد بتاعها، او تقدم الذبايح ونستنى ربنا يقول فيك ايه. ثلاث حاجات، ذبيحه، عقوبه، او قطع. لكن لما جه ربنا اتكلم مع الفريسي قال له ايه؟
قال له ايه؟ قال له الموضوع مختلف خالص. قال له الموضوع في حاجتين، في محبة وفي ايمان. قال له الست دي جت عملت ايه؟ عملت اللي انت ما عملتوش، من اجل كده الخطايا بتاعتها اتغفرت لانها احبت كثيرا. والحاجة التانية راح للست وقال لها ايمانك خلصك، اذهبي بسلام. يعني السيستم الجديد بتاع ربنا يسوع المسيح، انا هاخد كل حاجة عليا، مش مطلوب منك غير حاجتين، انك تبقى عندك ايمان تيجي تاخد المغفرة وتحبني لان انا غفرت، اديتك الحاجة اللي محدش تاني هديها لك. وراح مشاها. عشان كده لما نيجي نتكلم، طب ده دي اول كلاش الاسبوع، الحد الجاي بقى وده نفس القصة، هي بس بطريقة تانية. اربعة جايبين صاحبهم ومنزلينه من السقف، هيحطوهم قدام ربنا يسوع المسيح. اول حاجة يقولها ربنا يسوع المسيح يقول له ايه؟ مغفورة لك خطاياك. اللي مين اللي يتجنن تاني؟ الفريسي. مش ممكن، اصل انت كده بتاخد منا السلطان بتاعنا واصبح احنا ملناش قيمة في الدنيا دي. قال لهم عشان اثبت لكم الكلام ده وممشي يا عم. فمشي. هل القصة هتقف هنا؟ هم وصلوا في الآخر ان هم يقتلوا ربنا يسوع المسيح، حطوه على الصليب. الفريسيين من الناس الكبار جدا اللي كانوا ضد ربنا، اسلوبه هم دول، هم ورؤساء الكهنة وهيجوا الشعب كله. طيب هل القصة تقف هنا؟ لا ما توقفش. ده العملية هتكمل عن موضوع الخناقة، مين اللي له السلطان في انه يقول صح وغلط. هنشوف في إصحاح 15 في أعمال الرسل، ده بعد ما ربنا يسوع المسيح صعد. في إصحاح 15 جم الجماعة الفريسيين المسيحيين، أنا بتكلم دلوقتي على حاجة هعقدها شوية، الفريسيين اللي بقوا وتعمدوا بقوا جزء من الكنيسة. قال لك وانحدر قوم اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. مين اللي يقول كده؟ فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة وبحث، بولس اتحمس قوي، هو واحد من الفريسيين، هم جايين يكلموه على حاجة هو عارفها كويس جدا، فقال ليست بقليلة، خناقة طويلة جدا. فقالوا خلاص ده في أنطاكيا، خلي بولس وبرنابا ويروح معهم مجموعة من الناس اللي بيقاوموهم للرسل في أورشليم. يعني إذا اختلفنا نروح فين؟ نروح عند الرسل. بولس واحد ما كانش نافع، كان لازم الرسل يجتمعوا. فراحت الكنيسة ودعتهم ولما جم في أورشليم الكنيسة والرسل والكهنة استقبلوهم وقالوا لهم إيه اللي حصل في برة. وبعدين إيه بقى؟ ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا، دول مسيحيين من مذهب مين؟ لا، حكايتهم مخلصتش، الفريسيين حكايتهم مخلصتش بأن هم اتبقوا مسيحيين، ما زالوا عايزين يحتفظوا بالإيه؟ بالسلطة الإيه؟ الأدبية. عايزين هم اللي يقولوا اللي ينفع واللي ما ينفعش، ايه الصح وايه الغلط. فعشان يعملوا كده لازم يرجعوا ناموس موسى، لان هم دول الناس اتربت في ناموس موسى، حافظينه عارفينه وعارفين كل التشريع اللي طالع منه، حافظين القانون الصم. دول ناس منهم بقى الناموسيين كمان اللي هم بيحفظوا القوانين وتسالهم نعمل ايه. فاجتمع الرسل المشايخ ينظروا في هذا الامر. بعد ما حصلت مباحثه كثيره بطرس قام وقال لهم ايه؟ أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم الكلمة. عايزين تتكلموا على الأمم اسألوني، أنا عارف اللي حصل لأنه كان في كرنيليوس في السكة. وبعدين رح أم يعقوب، بطرس بيقول إيه؟ بيقول أنا هقول لكم اللي أنا شفته أن ربنا عمله معهم، مش محتاجين نخليهم يعملوا كده. واقف ضد الفريسيين تاني. بعد ما سكتوا يعقوب قال إيه؟ قال أيها الرجال الإخوة اسمعوني، بطرس قال لكم ايه اللي حصل مع الامم، وده كلام حسب الانبياء قالوا كده برضو. لذلك انا ارى بدعوه ان لا يثقل على الراجعين الى الله من الامم بل يرسل اليهم يمتنعوا. ايه الحاجات الغلط بقى؟ النجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، هو ده الغلط. وبعدين في الاخر كتبوا، كتبت بقى في مجمع اورشليم، ذا أبوستلز الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيلكيا، إن سمعنا أن الجماعة الفريسيين عملوا معكم كده وإحنا ما أمرناش بكده، رأينا وقد صرنا بنفس واحدة، مش واحد لوحده، أن نختار رجلين نرسلهما إليكما. أو بعدين قالوا لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا آخر أكثر من هذه الأشياء الواجبة. وقالوا لهم الأربع حاجات. لما تيجي بعد كده في إصحاح 16 بولس وسيلة
وهم بيلفوا في المدن بعدد أربعة، وإذ كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم يحفظوها. يبقى مين اللي عنده السلطة الأدبية الأخلاقية والتشريعية في الأرض؟ الكنيسة. من هنا هتبدأ الكنيسة تعمل مجامع مسكونية لما يطلع مشكلة من المشاكل. فبالتالي لما نسمع من العهد القديم أن من فم الكاهن تطلب الشريعة، الكنيسة الناس اللي بتختارهم الكنيسة وبترسمهم ناس يكونوا وضبوا نفسهم، حياتهم كلها موجودة لدراسة كلمة ربنا والقوانين بتاعت الكنيسة واللي حصل والرسل عملوا ايه. مش ممكن واحد يقول انا رأيي في الكنيسة اسقف او كاهن، عمره ما هيقول كده، هيقول ايه؟ الكنيسة بتقول. طب الكنيسة بتقول بناء على ايه؟ على كلمة ربنا. واحنا فاهمينها ازاي ككنيسة؟ لان الكنيسة من الاصل من ايام الرسل اللي عاشت مع المسيح فهمت ربنا عايز يقول ايه. فما يجيش واحد يقول لي لان الكنيسة انا مش موافق معها، طب ما انت بقى كده عملت في نفسك ايه؟ اضع نفسه من على الكنيسة. ودي حاجة احنا لازم نعلم فيها الناس اللي نعرفهم والناس اللي، طب انت مش موافق مع مين؟ ابونا. ابونا راجل شرير. الاسقف راجل مش محب، معسر، اعماله معسرة، اسقف غضوبين، كاهن عنده مشاكل لا تحد ولا تحصى. هل ده يمنع ان انا اساله؟ لما تسال ربنا يسوع المسيح يقول لك ايه؟ قول له، قالوا له نعمل ايه مع الفريسيين؟ اعمالهم مهببه. قال لهم ايه؟ كل ما يقولونه لكم فايه؟ يعني ربنا انت موافق على هم بيقولوه؟ قال لك اه، ما هم الناس دول عارفين الناموس موسى. طيب وايه بقى الجزء الثاني؟ قال لك لكن كاعمالهم لا تعملوا. فرق بقى وميز انت كراجل كبير ما بين اللي بيعلمه واللي بيعمله. في ابونا في الصعيد زمان كان الكهنة وروان يشربوا سجاير، فكان الناس بتضايقين من ابونا ان هو بيشرب سجاير، يعني يعتبرونا دي نقص او حاجة ايه. فكان ابونا يقول لهم كده، يقول لهم انتوا اعتبروا ابونا زي حتة الفحمة، لما يبقى منور بيحرق لان هو اسود، ولما يبقى مطفي بيحبب ما تجيش ناحيته. لكن اللي عايز يقوله يعني ابونا مسؤولية ابونا في القصة دي ان هو يصلي ويعلم. إذا حياته الخاصة مش ماشية مع القصة دي مش دعوة. هنا في ملاخي قال لك مين يحاسبه؟ ربنا اللي يحاسبه، هو اللي يدينه بنفسه، هو بتاعه. قال لك العبد البطال اللي مش شغال الشغل هيجي سيده يعمل ايه؟ لكن أنا علي أسمع منه كلمة مين؟ كلمة ربنا. علي أسمع منه كلمة ربنا. حياته هو الخاصة إذا كانت معسرة دي دينونة على دماغه وهيتجاز عليها. عشان كده السلطة اللي ليها الكلمة الأخيرة في الصح والغلط في العالم هي إيه؟ لأني بشوف دلوقتي كتير جدا إحنا بنربع عيالنا وبنكبرهم وبنشوف بقى إزاي بيتعلموا. أقول لك يا أبونا ما كل الناس بتعمل كده. هل الست دي اللي هي ربنا مسكها اللي هي جت في عند بيت الفريسي ربنا قال عليها إيه؟ ما هي عملت زي كل الناس. طب يعني إيه الجديد؟ هي الحاجة غريبة في اللي هي عملته. روح يا ستي، روح يا ستي، ربنا معك. قال لها كده؟ قال إيه؟ قال وهي لأن قال إيه؟ أحبت كثيرا أن خطاياها إيه؟ اللي غفرت إيه؟ يعني هو عارف ربنا وأكد أن الخطايا بتاعتها متلتلة، ما نكرش دي، ربنا ما نكرهاش. ودي الحتة اللي احنا عايزين نعلم فيها في الكنيسة كمان، أن الكنيسة ما بتدينش البني أدمين بالدين الخطية. لما بقول لواحد اللي انت بتعمله غلط مش معناها بحكم عليه، لأن الفكر ده بتاع العالم. طب إيه الحل؟ من العالم ما عندوش حل للخطية، فأحسن عليه يعمل إيه؟ طب العالم ما عندوش حل للخطية، طب أحسن يعمل إيه؟ ما عندناش حل مثلا للحشيش، قعدنا نقاوم فيه لما الحكومات دفعت عليه فلوس كتيرة جدا، فطلعوا ناس أذكياء قال لك إيه؟ طب ونقاومه ليه؟ ما نخليه قانون وندخل فلوس وناخد عليه ضرائب. لأن العالم ما عندوش حل للخطية، ما عندوش حل للمشاكل، بيعمل إيه؟ يبررها ويجعلها قانوني. لكن ربنا ما عندوش حل للمشاكل، حاشا، ده هو هيجيبها ولا انت خاطيه فعلا، لكن انا بحبك وهشيل خطاياك وهمت عنها، انا عندي الحل ليكي، بس مش هقول ان انت مش خاطيه، انت خاطيه. في فرق كبير جدا بين ان ربنا يدين الخطيه ويدين مين؟ الشخص. ادين الشخص معناه احكم عليه، انم عليه، اتكلم عليه كلام وحش، اخلي الناس تكرهه، اجيب سيرته بطال،
لكن ان انا ادين الخطيه ما ينفعش اقول لابني اللي انا بحبه معلش يا ابن حبيبي انت الـ 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 الخمره والسجاير ما فيش مشاكل انت كويس انزل الفل عشان ما يزعلش. ما ينفعش. طب ما انا كده بحكم عليه انه هيموت بسرطان الرئه بعد الشر على اي حد، واحكم عليه ان يجيله ادمانات ما يقدرش يخرج منها وعمره ما هينجح لو انا اسكت على كده. لو واحد في خطيه واقعد ساكت عليه، طب ما هيروح في داهيه واتفرج عليه في الجحيم، عملت له ايه انا؟ لكن اللي عليا اعمله ايه؟ ادين الخطيه واقبل الخاطي، احبه اوجهه واديله الحل. الكنيسه عندها الحل، الاعتراف والتوبه والتناول، ده الحل عندنا. قال لها اذهبي مغفوره لك خطاياكي. ربنا ما قالش ان ما عندهاش خطيه، قال عندها خطايا بس هو عنده قدره يغفر الخطايا، ده الحل. من اجل كده الكنيسه عندها، ما تنسوش ان جه ربنا في يوم القيامه وقال لتلاميذه ايه؟ اقبلوا الروح القدس، ايه؟ من غفرتم خطاياهم غفرت. طب اليافريسين هيقولوا ايه في القصه دي؟ لا لا كفايه كده بقى، احنا خلصنا، صدقنا ما خلصنا منه، ما تجوش انتوا بقى. لكن ربنا مش عايز نخلص منه، ربنا رزق لنا لو حط نفسه في الكنيسه عشان يكون ذبيحه، عشان يكون غفران للخطايا. فالكنيسه في الاخر الجمله اللي عايزين نطلع بيها هي اللي عندها السلطه التشريعيه والسلطه الادبيه والاخلاقيه في تمييز الصح من الغلط. ودي من الاول خالص هي مشكله البني ادم، مشكله شجره الاكل من شجره الخير والشر. التمييز ده اللي كان بعيد عن ربنا، النهارده التمييز ده بعيد عن ربنا، رايح في سكه بعيده خالص خالص خالص، مش عارف نرجعه تاني ازاي يميز زي ما ربنا بيميز. تمييز ربنا هو ان احنا ندين الخطيه ونعتق الخاطي من الخطيه. دي شغل الكنيسه. من اجل هذا الكنيسه هي السلطه الضميريه والادبيه في العالم. لالهنا كل مجد الاب والابن والروح القدس.